الوضعية المنطقية والتجريبية المنطقية شكلوا حركة الوضعية التجريبية الجديدة New Positivism اللي ظهرت في منتصف القرن العشرين كتطور طبيعي للظروف التاريخية في الحضارة الغربية الأوروبية على وجه التحديد. جوهر الحركة قائم على نظرية التحقق Verificationism ونظرية المعرفة اللي أكدت أن الجمل المعرفية ذات المعنى هي الجمل اللي من الممكن التحقق منها من خلال الملاحظة التجريبية فقط. الحركة ازدهرت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي وظهرت حلقات تجمع شهيرة لفلاسفة علماء ورياضي الحركة مثل حركة برلين برلين سيركل في ألمانيا وحلقة فيينا فيينا سيركل في النمسا. الحركات الوضعية تأثرت بشكل كبير بالأعمال الأولى للمنطقي وفيلسوف اللغة لويج فانغتشتاين اللي حاول وضع مبدأ للتحقق وقياس معنى الجمل اللي قادهم لتبني فكرة جوهرية في المدرسة التجريبية، وهي أن المعرفة من الممكن الوصول لها فقط عن طريق الاتصال المباشر بالواقع من خلال الحواس. وأصبح بالنسبة لهم التعامل مع الكائنات الغير ملاحظة في عباءة العلم صورة من الكناية عن كائنات وظواهر غير قابلة للملاحظة المباشرة بالحواس وأجهزة القياس المتاحة في الوقت الحاضر، لكنها بتسبب الكائنات والظواهر الملاحظة بشكل غير مباشر، وبالتالي أصبحت المصطلحات النظرية بتشتق معناها فقط من المصطلحات المعبرة عن الملاحظ فقط. ومن هنا يمكن اختزال القوانين النظرية لقوانين تجريبية عن طريق المنطقانية Logicism أو التوجه النظري لبرتراند راسل، أو اختزال الرياضيات للمنطق اللي من خلالها قواعد الفيزياء الرياضية بتختزل لرموز منطقية وتتحول الجمل لمعايير قياسية منطقية متفق عليها للتعبير عن الملاحظة في الطبيعة. الوضعية المنطقية ظهرت كرد فعل على فلسفة هيجل اللي سيطرت على ألمانيا في هذا التوقيت، ورفض فكرة هيجل عن وجود كائنات ميتافيزيقية بدون أسس تجريبية. لكن الحركة اختفت مع نهاية الثلاثينيات بسبب التقلبات السياسية الناتجة عن قيام الحرب العالمية الثانية وموت وشتات رواد الحركة، لكن أفكارها ساهمت بشكل أساسي في تطور الفلسفة التحليلية وأصبحت جزء أساسي من مبادئها وجوهرها. ودلوقتي غمض عينك للحظات، فكر في اللي هتشوفه لما تفتح عينيك. فتح عينك، يا ترى لقيت اللي توقعت انك تشوفه؟ ليه بتعتقد ان نفس التجارب ستؤدي لنفس النتائج؟ وايه هي العلاقة بين تكرارية الملاحظة في الماضي وتأكيد تعميمها كقاعدة متكررة الحدوث في المستقبل؟ هل نصل لحقيقة العالم بالاعتماد فقط على الحواس؟ أو يمكن من الجائز فعلا أن المعرفة تكتسب فقط عن طريق التجربة؟ لكن يا ترى إيه هو دور العقل في الوصول للحقيقة؟ فكر تاني.